تعالوا بقى نبتدي مع حضراتكم سلسلة أخبارنا. الأهلي هيستأنف تدريباته النهاردة بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة طبعا عقب مباراة الاتحاد السكندري اللي انتهت بالتعادل السلبي. من المتوقع أن ريني فايلر يعقد, هو طبعا المدير الفني للنادي الأهلي, يعقد جلسة مع كل اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي للحديث عن الاستعدادات للفترة القادمة إن شاء الله.